كيجي 1 وكيجي 2، والكل ام تتفرج علينا عشان تاسس ابنها صح. النهارده هنتكلم او هنعرف الولاد الكلوز. الكلوز يعني الملابس. محدش يا جماعه بليز، الامهات بليز محدش يقول كلوزس، يعني ده غلط تماما. جمع الملابس اسمها كلوز. كلوز يعني ملابس. النهارده هنعرض لحضراتكم بعض الملابس باللغه الانجليزيه، ازاي نعرف نحفظها في اغنيه لذيذه كده وجميله، وكمان السبيلنج بتاعها بالنسبه لكي جي 2. بالنسبه لكي جي 1 هيكون جاست اورال، يعني شفوي، هيقدر يحل معانا او يقول معانا ويتعود بس ان هو يتعلم يتكلم ازاي او يعبر عن اللي لابسه ازاي بالانجلش. اما كي جي 2 خلاص يو ماست رايت بقى ا سنتنس، يعني لازم يكتب جمله ويعرف ازاي معاني الكلمات وهاو تو سبيل ات، ازاي يشتهجها. من غير بقى كلام كتير ندخل على طول على الفيديو. اول حاجه هبدا بيها للماميز هي ازاي تاسسي طفلك في الاول بطريقه الكتابه، هاو تو رايت بتوين تو لاينز، ازاي يكتب الحروف بتوين تو لاينز، ايه هي الحروف اللي بتطلع اب وايه هي الحروف اللي بتنزل داون وايه هي الحروف السمول اللي بتبقى بين او بتوين تو لاينز. طريقه كتابه الحروف دي هتلاقوها في فيديو خاص تحت في صندوق الوصف، ازاي تعرفك تكتب الحروف كلها capital and small، ازاي تكتبها between two lines. وبعد كده نبتدي بقى مرحلة ان احنا نعرفهم الفارم animals، الزو animals، الcolors، الshapes، كل الحاجات دي برضو هتلاقوها في صندوق الوصف، في لينك هتدخلوا عليه. اللينك ده فيه قائمة بكل الفيديوهات اللي عملتها على اليوتيوب بخصوص التأسيس. طبعا لو اللي ما يعرفناش، احنا بنقدم المناهج المصريه من كي جي لحد ثالثه اعدادي، فيسعدني قوي انك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انت محتاجها. وما تنساش بقى لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وشير وتدعمنا على قد ما تقدر. شكرا جدا لثقتكم فينا. دلوقتي بقى هنبتدي بالكلوز. احنا اتفقنا ان الكلوز معناها الملابس، كلوز كلوز. طب انا ليه خليتها في الاخر؟ عشان هي دي الاغنيه السونج. بصوا في نظريه كده اسمها النومينكس. النومينكس دي نظريه اسمها فن الاستذكار او علم، يعني اسمه علم الاستذكار، ازاي اتذكر الحاجه وما انساهاش حتى لو بعد فتره. دايما في خليه عصبيه كده اسمها نيورونز في مخك، هي اللي بتجمع المعلومات المخزنه وربطها بالمعلومات الجديده. طيب انا اجيب المعلومات المخزنه اللي انا نسيتها دي منين؟ عن طريق ربط حاجه بربطها بينه. حتى انت وانت في البيت لما مثلا بتكوني عايزه تفتكري حاجه، اول ما بتشوفي كلمه فلانيه دماغك او الكمبيوتر بتاعك بيجيب الموضوع كله اللي حوالين الكلمه اللي عايزه تفتكريها او الكلمه اللي فلانه قالتها، بتفكرك بموضوع حصل قبل كده. كذلك في العلم احنا برضو بنعلم الولاد عن طريق اغنيه او علامات او لغه جسديه بودي لانجوج، عشان ازاي يحفظ او ازاي يربط الحاجات دي وما ينسهاش. طيب عندنا بقى من الكلوز اول حاجه دريس. دريس فور جيرلز، للبنات. دريس دريس ازاي بنطقه؟ الدي والار، در در. دريس 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 يعني فستان. ا كاب كاب. طب انا ليه كتبت ا في الاول؟ عشان اقدر احدد ده مفرد ولا جمع، ده اوله فاول فنقول ان ولا ا، فده طبعا كله اوله كونسوننت يعني حروف ساكنه، فبقول ا يعني حاجه واحده بس. ا دريس يعني فستان. ا كاب كاب، وخلي بالك من البي تقيله لازم منطقها كاب، انما لو قلت كاب يعني كلمه تانية خالص مش مستحب انك تعرفها. يبقى كاب كاب يعني طاقيه. بعد كده سكارف. ا سكارف يعني كوفيه. سكارف سكارف بنفتكرها دايما بكلمه كار يعني عربيه، نحط قبليها اس تبقى سكارف سكارف. ليه بربط كده؟ هي دي النومينكس اللي بقول لك عليها. لما اجي اربط الكلمه دي مخزنه عنده وكل الاطفال عارفه سي كار عربيه، معرفش ليه بيقولوا سي كار عربيه، ليه بيقولوا العربي، ولكن يعني معظم الناس علموهم ان هم يربطوا الانجليش بالعربي، بس انا مش بحب ده، انا بحبذ قوي اني نعمل فلاش كاردز كده ونقول الكلمه، بحيث ان هو يربط الكلمه بالصوره اللي شايفها مش بالكلمه العربي، عشان بعد كده يبقى سهل عليه يتكلم انجليش كويس. طيب سكارف لما اجي انا كده ربطت له كلمه كار بسكارف، فهو اوريدي خلاص مش هينسى الكلمه دي. بعد كده كود. كود this is a cold. كود كود يعني بلطو. ا جاكيت.
ج ج جاكيت، حرف الجي بنقوله جي يعني ميك سترونج كده جي جاكيت. بعد كده شيرت، الاس والاتش ش. طب الاي ار ار ار، بنقول للولاد بوز البطه ار، فبنقول شيرت شيرت يعني قميص. طيب التي شيرت بقى هو اسمه كده، اسمه تي شيرت عشان هو عامل زي حرف التي، هو بنص كم كده فشبه التي، يبقى تي شيرت. شيرت اللي هو القميص ابو زراير، اما تي شيرت يعني التي شيرت. بعد كده نقول شورتس شورتس، شورتس يعني شورت، ولكن خلاص بقى من اول ما بلبس الحاجه فردتين يعني لازم اعملها معامله الجمع. ده طبعا بشرحه الكي جي 2 مش كي جي 1. كي جي 1 بيبقى اورال، نشرح يعني نحفظ بس الكلمات ومعناها، ولكن محتاجه بقى ادقق مع كي جي 2 هي ان الشورتس دي يعرف ان ده جمع ولا مفرد. شورتس يعني ما ينفعش مثلا عايزه اقول ان الشورتس الشورت ده احمر، فما ينفعش اقول شورتس از ريد يكون احمر، شورتس ار ريد. يبقى اجمع الحاجات اللي بتتلبس فردتين، شورتس بانس 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 يعني بنطلون، بنطال اسمه بانس بانس، كمان في البريتش اسمه تراوزرز، الاثنين صح تراوزرز او بانس. بعد كده جلوفز، جلوفز يعني جوانتي، جلوفز جلوفز مش جلوفز، عشان بلاقي اطفال كتير قوي بيقولوا او، هي الاو ميك ا gloves gloves. بعد كده socks socks يعني شراب، socks socks، وعشان برضو هو فردتين. بعد كده slippers 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 يعني الشبشب، وكمان الshoes shoes يعني حذاء. طيب نعالوا بقى نقول السونج الكي جي 1 وكي جي 2 حفظها لهم اورال ازاي عشان يجمعوا كل الكلوز في دماغهم ويربطوهم ببعض. Address a cap a scarf. Address a cap a scarf. A coat a jacket a shirt. A t-shirt. تاني من كتر البراكتس او التكرار هيحفظوها صم، صدقوني الولاد عندي بيحبوها جدا. Address a cap a scarf. Address a cap a scarf. A coat a jacket a shirt. A t-shirt. Address a cap a scarf a coat. ده رايم تاني او لحن تاني. Address a cap a scarf a coat. Address a cap a scarf a coat. A jacket a shirt a t-shirt. A jacket a shirt a t-shirt. Shorts pants gloves socks. Shorts pants gloves socks. ما ينفعش هنا اقول a لأني طالما جمع ما ينفعش أقول A أو N، A أو N معناها حاجة واحدة بس، يبقى shorts, pants, gloves, socks, slippers and shoes, these are the clothes, slippers and shoes, these are the clothes، دول الملابس. فعشان كده بنقول نجمع بقى في الآخر، تعالوا نقول الصنج على بعض عشان يحفظوها معانا KG1 and KG2. Address a cab, a scarf, أو address a cap, a scarf, a coat. بيتهيألي اللحن ده أحسن. Address a cap, a scarf, a coat. A jacket, a shirt, a t-shirt. Shorts, pants, gloves, socks. Slippers and shoes, these are the clothes. Slippers and shoes, these are the clothes. كمان لما أكون عايزة أقول كلمة and، يعني مثلا slippers and shoes، ما بقولش and واتك عليها كده، لا لازم اخطفها slippers and shoes، ما بقولش and and slippers and shoes. مثلا توم and جيري، انتوا بتقولوا توم and جيري، توم and جيري على طول، يبقى and بنخطفها كده and كده. طيب دي بالنسبه للسونج بتاعت كي جي 1 وكي جي 2. كي جي 2 المفروض نعلمه وكي جي 1 اورال برضو، نقول what are you wearing? What are you wearing? يعني ماذا ترتدي؟ What are you wearing? What are you wearing? انت لابس ايه دلوقتي؟ في الحالة دي المفروض يقول لي I am wearing. متعودين اني are you في السؤال لازم تنزل I am في الإجابة. Are you لو بسألك بقول لك انت فتقول لي انا I am. يبقى what are you wearing? I am wearing. I am wearing وأي حاجة بقى من اللي هو لابسها، ويا بقى لو يضيف اللون قبل الاسم، يعني مثلا أقول I am wearing a yellow jacket. I am wearing a white t-shirt. I am wearing
a white scarf أو a green scarf يبقى لازم أقول I am wearing وأقول لون وبعد كده الحاجة اللي لابسها. طب ينفع أقول I am wearing a red shorts؟ لا طبعا، ليه؟ بقول shorts جمع فما ينفعش أقول a. I am wearing red socks يعني أنا بلبس شراب أحمر. I am wearing blue pants يعني بنطلون أزرق. ولو عايزين تشوفوا برضو الكالرز والسونج بتاعتها هتلاقوها تحت في صندوق الوصف كل الدروس بتاعة التأسيس. يبقى what are you wearing؟ I am wearing وأي حاجة أنا لابسها. أنا كده قدرت إن أنا أعرفه الملابس وكمان الكالرز ونراجع عليها لأني أوريدي إحنا خدناها قبل كده، وكمان إزاي تكون جملة وتقول أو توصف نفسك I am wearing أنا أرتدي كذا. ده بالنسبة لكي جي 1 أورال، وكي جي 2 you must write it لازم يكتبها. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، مش عايزة أطول عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير أو سبسكرايب وكمان شير لأصحابكم عشان غيركم يستفيد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.